أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة استثنائية أخرى عن تاريخ الأمازيغ، حلقة تعنى بشخصية سليمان باشا الباروني، وهي الحلقة الثالثة الآن، الرابعة حقيقة والثالثة في الكرونولوجيا. اليوم نستمر في الكرونولوجيا، أي تسلسل زمني عن حياة الباروني. بس زي العادة سامحوني، أمس لفت انتباهي أحد التعليقات المهمة في يعني قلت نجاوبها توه، اللي هي كانت تتحدث عن محاولة نقل قائمة مقامية من جبل نفوسة جبل يفرن إلى صبراتة لأجل طعن الباروني في الخلف والحيازة على أكبر قدر ممكن من التصويتات. وقال أحد المعلقين أن صبراتة كانت عاصمة نفوسة على الساحل، وفعلا ذكر هذا الكلام أكثر المؤرخين المسلمين ومؤرخي الجبل كذلك من الإباضية وغيرهم، أن صبراتة كانت عاصمة الجبل. وعموم الأخبار الشفهية اللي حتى اليوم موجودة تتحدث عن آخر أسرة انتقلت من صبراتة أو صبرة كما يسميها النفوسيين الأولين، وهذا كان طبعا مغل في القدم. وتتداول الأخبار الشفهية زي ما قلت عن آخر حارس لمدينة صبرة اللي هي صبراتة كان يملك مفتاح كان من مدينة فصاطو من قبيلة أو لحمة آت سلطان. يقول الباروني في مذكراته أنها كانت مصنوعة من الحديد المفتاح جميلة الشكل، أي أنها كانت موجودة حتى وقت قريب واطلع عليها الباروني نفسه. أنا شخصيا سعيت لسنوات لإيجادها والحفاظ عليها في أرشيف توالت، وللأسف خابت كل مساعي للحثور عليها. وطبعا هني لو في أي حد هني يعرف أو من المستمعين يعرف حاجة عن هذا المفتاح يخبرنا. على أي حال، عودة على الباروني وحكومة يفرن، لأن زي ما قلنا أمس خيار المقاومة هو الخيار اللي اختاره الباروني ومعاه ثلة من المجاهدين. والانشقاق الكبير تكلمنا عليه أمس اللي حصل بين في مؤتمر العزيزية اللي هو للأسف الكثير من المجاهدين استسلموا والباروني سحب للجبل كما ذكرنا. وبعد مشاورات قرر الباروني تشكيل حكومة وطنية، وهي غير الحكومة الطرابلسية المعروفة واللي تكلم عليها المسلسل الزعيمين. طيب، الباروني نقل كل ما سلمه له نشأة باشا، نشأة باشا سلم الأسلحة وكل شيء للباروني، ونقل كل اللي عنده من أسلحة وأموال وعتاد إلى يفرن، وجعل من مدينة الرابطة مكان إقامة المجاهدين. للأمانة بس يعني بعد الرجوع للجبل نرى أن الأمازيغ بما فيهم زوارة جميعا اختاروا المقاومة مع الباروني، ومعهم زي ما قلنا أمس أولاد بوسيف، العجيلات، الصعان، العلالقة، النوايل، وجزء من الزنتان والرجبان، وجزء كبير من الزاوية، وجزء من غريان، وطبعا أغلب أهلنا في فزان. نسيت أن ورفلة كذلك اختاروا المقاومة كذلك. وهذا نجد في رسالة بها عدة أختام وتوقيعات تقول بناء على الفرمان المؤرخ في شهر ذي القعدة المحرم سنة 1330، اللي هو تقريبا 1912، في أكتوبر 1912، القاضي بمنح بلادنا الاستقلال. هذا طبعا بعد معاهد أوشي لوزان لما قالوا الليبيين خلاص أنتم مستقلين عن الدولة العثمانية، مهزلة. بعد معاهدة أوشي لوزان تقول الرسالة: وقد اتفقنا على الرضا به وقبوله مع السرور الكامل، وكلفنا حضرة مبعوث الجبل سليمان باشا الباروني وبإعلان استقلالنا وتبليغه إلى ما يلزم التبليغ إليه، وتشكيل حكومة تقع بما يلزم اتخاذه أو تقوم بما يلزم اتخاذه من تعميم الأمن والراحة والمحافظة على شرف الدين والوطن بموجب قواعد الشرع الشريف والمنظمات العمرانية، مع القيام بكل ما يجب اتخاذه من وسائل المدافعة والتوفيق من الله والنصر بيده. طبعا هذه عليها أختام مديرية
مجموعة مديريات، منها مديرية الحرابة، ككلة، الحوض، الرجبان، فصاطو، الزنتان، هذه كلهم كانوا مديريات. وعليها كذلك توقيعين أو 3 توقيعات المفروض نقول، توقيع قضاء نالوت، نالوت كانت قضاء على يد خليفة بوغني، وقائم مقام ورفلة عبد النبي، وطبعا توقيع البارونية. ربما في الحلقات القادمة ربما نشرح عن الطريقة اللي كانت مقسمة بها إقليم طرابلس، تقسيم الإداري متاعها عموما، باش يفهموا الناس ويكونوا على تصور كيف كانت مقسمة إلى فترة الاستعمار الإيطالي. المهم، الباروني نظم المؤونة وبيت المال ومعاشات المجاهدين، وكذلك نرى في رسالة شخصيات وطنية مهمة تشرف على ذلك. مثلا ورد ذكر 5 أشخاص، منهم ساسي خزام الآن أصبحت اسمه مألوف عندكم، وعلي الدربالي، وعلي عراب، وعلي عبازة، 3 عليات، والمكتبجي التركي كذلك علي الشريف، 4 عليات، 2 منهم أمازيغ، عبازة وخزام، واثنين منهم عرب، وواحد تركي زي ما ذكرنا. طيب، خلي الباروني يشرح لكم بكلامه في مجلة التايمز الأفريقية اللي صادرة في لندن في هذاك الوقت يوم 13 سبتمبر 1914. وعلى فكرة الباروني كان في لندن في ذاك الوقت، نعم الباروني رحالها، والباروني سافر، والباروني على دراية بالكثير من الدول حول العالم، وهذه كلها حنجوها لما نتكلم عليه شخصيته والترحال والسفر اللي دارها. قال الباروني: لما كلفني أهلي أو الأهالي بتشكيل الحكومة وكلفوني بالرئاسة، قمت بتأسيس الحكومة على النسق الأوروبي، وعينت متصرفين وقائم مقامين ومديرين ومديرين وقضاة ومفتشين وكتابا، وشكلت آليات من الجندارمية والسواقين والهجين على نسق أوروباوي جديد، ونظمت البوستة في جميع الجهات من ورفلة وغدامس وغات وفزان، وأقمت مراكز تلغراف حتى حدود تونس. زي ما قلنا هذه كانت في جريدة لندن التايمز الأفريقية. علي ذكر التلغراف اللي هو نسق إلى الحدود التونسية. طبعا التلغراف في الجبل عموما، التلغراف هو اللي ما يعرفهاش هو اللي يسموه فيه توه البرق، أظن حتى البرق تعرفوه الجيل الجديد. المهم، أنشأه الباروني ووضع عليه موظفين، كان رئيس الموظفين متاعهم جمال أفندي علي كامل الجبل، ومعاه كل من الموظفين نجاتي عن فصاطو وكمالي عن لالوت، والحرابة كان يشرف عليها الموظف نديم، ووظف موظف تركي يدرب الليبيين على استعمال التلغراف. طبعا لأن اتفق فقط مع الأتراك لمدة 6 شهور، بعدين بيمشوا، هو ترجاهم وعطاهم حتى وعود إلى آخره. على أي حال، يذكر الباروني استخدامه في عدة مواقع، وعندنا في حوزة توالت نسخة منه، وتجدونها في مواقع مثل حدث مثل هذا اليوم، وكذلك تجدون أول تلغراف أسسه الباروني في حكومته الجديدة هناك. للأسف التلغراف مش موجود عندي، لأنه موجود في أرشيف توالت اللي موجود في طرابلس، زي هو زي الموازين زي أشياء كثيرة ما طلعتهاش معي من ليبيا، ولكن في الحفظ والصون ثقوا وتأكدوا. بس على ذكر التلغراف، أكثر اللي اشتغلوا في التلغراف والأشياء هذه في بداية الاستقلال كانوا من الأمازيغ، وهم أو من أهالي الجبل عموما وليس فقط الأمازيغ نعتذر. وهذا التلغراف بتاع طرابلس الغرب الأول، هذا السبب في هذا، هادو بقايا اللي دربهم الباروني حتى 1912 و13، كانوا شباب صغار، ولما كبروا كانوا أول من استخدموا في البريد العام الليبي، منهم العزابي وغيره اللي يعرف الكلام هذا. على أي حال، بعدين نتكلموا عن دور البارون الألماني كذلك، فيه بارون ألماني وليس له علاقة بالباروني، اللي اختار الإقامة في يفرن لإعانة المجاهدين عند تأسيس الجمهورية الطرابلسية.
طبعا ليس الآن، ولكن غير في خلط ما بين حكومة تيفرن وحكومة الجمهورية الطرابلسية، والألماني اشتغل على اللاسلكي في الجمهورية الطرابلسية وليس في حكومة تيفرن كما يدعيه بعض المؤرخين خطأ، وهذا خطأ يعني الأخطاء هذه ترد يعني، وهذا طبعا زي ما قلت سبب خلط عند بعض المؤرخين. و بس خير بنقول حاجة كذلك جانبية، بالله ننزع العواطف جانبا ويكون منكون صادقين مع أنفسنا، فلم يكن كل الليبيين مجاهدين وفيهم خير، ولم يكن الأجانب كلهم شر، وللأسف أهمل المسلسل أدوار عدد من الأجانب من فرنسيين وألمان وإيطاليين كان لهم دور كبير في الوقوف على جانب المجاهدين، وكان يجب فضح والحديث عن بعض الليبيين الخونة واللي بفضلهم حقق الاستعمار انتصارات كبيرة، لأن راه التكتم عن هذه الأشياء مش في صالحنا أبدا، يجب الحديث عن هذه الأشياء. الاستعمار انتصر انتصارات كبيرة على المجاهدين كما هو الواقع في واقعة جندوبة، للأسف المسلسل ما يتكلم عنها ولم يتحدث عنهم أبدا. على ذكر الخونة، في كانت فيه محاولة إيطالية ثانية لاغتيال البارون، مش تكلمنا أمس على محاولة، على يد 3 خونة ليبيين مرة ثانية، أكيد طبعا أحفادهم اليوم الطحالب هذا والقرامطة. طبعا شدهم الباروني بفضل الجواسيس اللي كان حاطهم على الإيطاليين، ولقي عندهم 4000 فرنك ينس، راهم راهي يعني هذا المبلغ بحبوحة كبيرة بمعايير ذاك الوقت. المهم فيه كلام هلبة عن خيانة الهادي كعبار وأحمد فكيني، وبالاسم واللقب يذكر فيهم الباروني ويشهر بهم، وهذا مهم. طبعا في رسالة مشهورة جدا شرتها بنتها الزعيمة وأبو اليقظان، وذكره هو كذلك في تاريخ الحرب في طرابلس الغرب، عليه الهادي كعبار، وكان ينصح فيه نصيحة كبيرة، وهذا حنجيبوه كله في كلامنا عن معركة جندوبة. المهم فشلت محاولة الاغتيال هذه. يقول بريوني أبيات شعرية جميلة: يودون موتي ولكنني على رغم أنفهم لا أموت، أعمر دهرا ولي أمل تخر إذا ما تجلى ليوتو، أبدد 90 عاما ولا يخامرني اليأس حال السكوت. طبعا فيه هنا إخلال، ما نعرفش من إني ولا من أبيات نفسها ولا من نقلها. وإن حقق الله لي 100 هناك يحق الرضا والقنوت. المهم القنوت بمعنى الصلاة والدعاء. المهم من التدابير الأخرى اللي اتخذها الباروني، طبعا بجديات ما فيش بواقع كبيرة صارت الباروني إلا ودار عليها شعر، فمرة مرة نقول في أشعار، وقراءة الشعر حقيقة ليست الأفضل، ولكن بعضها حقيقة فيها إخلال في الوزن وكذا، ما نعرفش إذا كان سبب الناقلين أو شيء من هذا لا أدري. المهم من التدابير الأخرى اللي اتخذها الباروني في مجلة التايمز الأفريقية الصادرة في لندن، تكلم تاني عن تأسيس خط الحرب، وهذا كلامه خط الحرب شبيه، طبعا قبل ما نقول كلامه خط الحرب هذا شبيه بخط اللمس اللي داروه الأمازيغ أيام مقاومة الرومان ومقاومة الوندالي قبلهم اللي دار بها القائد الأمازيغي المعروف كباون. وأنا شخصيا لو تسمحوا لي قلت أبيات شعرية طويلة في هذا بالأمازيغية، وهذه الأبيات تدرس في المدارس اليوم في ليبيا. قلت بالأمازيغية: أمزرو ينغي ميري قوفتاس أدرر دتنيري، أمنا قمزرور يولي كاباون يلا دديلي، يوبا دمس نونس لي تكفري ناس أف ليبيا يزري أمنا. بعدين طبعا الأبيات طويلة هي، بعدين قلت معذرة: أبرون كاوسن ذا خطاب أليلي، خطاب عبد الكريم الخطابي، كاوسن معروف القائد الليبي من جنوب الليبي، أبرون كاوسن ذا خطاب أليلي، فاطمة سومر كذلك مقاومة من منطقة القبائل، يلي سنو جراولي، أمزروي النغي ميري قوفتاس أدرر دتنيري. فجمعت بين الخطابي وكباون بحكم قضية اللمس، هذه خط اللمس اللي هو مقاومة الوندال والأخرين، معنى خط اللمس مشهور عند في العهد الروماني على فكرة، ونحن نحبج هذه الأسماء عهد الروماني كأن الليبيين مش موجودين، لكن نتجاوز اصطلاحا بس. طيب عودا على كلام الباروني،
قال لك أسست خط حرب لمواجهة مع الإيطاليين، ويبدأ من ورفلة مرا أمام غريان، الزعترية، منطرس، بير الخشب من جهة العزيزية، ويمر أمام صربان، العجيلات، والعلالقة، وزوارة من بلاد الساحل التي التحق بها بنا أهاليها كافة. طبعا هذا علاش التحق بنا أهاليها كافة اللي قالها البروني مهمة، لأن شاهدنا في مؤتمر العزيزية أن المنصوري لما رجع إلى أهله وبخوه، وهو كان من الناس اللي انسحبوا ورفضت الزوار على بكرة بها انصياع للإيطاليين وللهدنة اللي داروا أو الهدنة المصالحة اللي دارتها تركيا، وعادت الزوار ما عمرها أصلا انصاعت. لكن القادة اللي هم من زوار زي ما قلنا المنصوري أمس في مؤتمر العزيزية كان انصاع مع باقي المجاهدين للأسف الشديد إلى الطليان، لكن بعدين لما رجع إلى أهله في زوارة منعه. وهذا طبعا هذا علاش قال التحق بنا أهاليها كافة، ذكرها هي بعينها بأهلها كافة. طبعا هذا منع الإيطاليين من التوسع لمدة 5 أشهر، صارت فيها مناوشات وكبدوا الطليان، كبدوا فيها المجاهدين الطليان خسائر كبيرة. لكن للأسف الشديد كما يذكر الباروني في الجريدة نفذت كل المؤونة اللي في يد المجاهدين، معاش فيه فلوس يدفعوا فيها لأهالي الشهداء والأسر المحتاجة. وعلى ذكر الفلوس نحب نوريكم حاجة نحتفظ بها، سامحوني اليوم نوريكم في حاجات هلبة. يقول مش يقولوا اللي بيني ما عنده بارة ولا ما ينفع بارة، هذه هي البارة اللي يتكلموا عليها، وهذه العملة اللي يتكلموا عليها يقولوا طبعها الباروني. الباروني لم يطبع أي عملة، الباروني كان أحضر هذه العمرة ووزعها على المجاهدين، وكان يستهزئ كعبار، وفكيني كان يستهدف المجاهدين على فقرهم وعلى عوزهم إلى آخره وعدم حصولهم على المال، وكان ويتهموا في الباروني أنه هو يأخذ في الفلوس ويدس فيها لنفسه. طبعا هذا كله لإثارة الفتن، والباروني وشهادة للتاريخ كما ذكر الكثيرين أنه أخذ الأموال هذه كلها من العثمانيين ووزعها بإنصاف على كل المجاهدين. المهم حبيت نوريكم بعض الأشياء، مؤسسة توال تملك الأشياء الكثيرة واللقى التاريخية اللي نتمنى أن يحطوها ما بين دفتي متحف في بلادنا ليبيا حال الاستقرار. طبعا تونس أغلقت على المجاهدين أبوابها باتفاق ما بين فرنسا وإيطاليا، والساحل الليبي أصبح أغلبه تحت إمرة الإيطاليين. وفي الحلقات الجاية حنتكلموا عن بعض الطرائف، كيف بعض المجاهدين التونسيين وصلوا المؤونة إلى عن طريق البحر من جربة أو من غيرها إلى أهالينا في زوارة، ومن زوارة وصلت إلى الجبل، وهذه تبي لها موضوع تاني لأنها مش في الفترة هذه نفسها صارت الأحداث هذه. والكثير من طبعا ولم يبقى الكثير في يد المجاهدين طبعا زي ما قلت، وهذا كله في الحرب الإيطالية الليبية الأولى. بس نقطة جانبية أخرى سامحوني نتفرع عنها هلبة، نسيت أمس نتكلم على الشاب الفرنسي اللي انضم للمجاهدين. زي ما قلت لكم راهو مش كل الأجانب شر ومش كل الليبيين خير ومش كلهم ملائكة. كان هذا الشاب ضابط في الجيش الفرنسي، وكان ميكانيكي ماهر، وأصبح أكبر عون للباروني في إصلاح الأسلحة وتدريب المجاهدين كذلك على هذه الأسلحة. وعلى فكرة هذا أعلن إسلامه من بعد وغير اسمه إلى عبد الله، وشارك مع المجاهدين في عدة معارك يثني عليه الباروني كثيرا في مذكراته، وذكره أكثر من مؤرخ. ذكر أنه كان في هيئته يبدو من أسرة بسيطة على ما يبدو في فرنسا، وعلى فكرة زوجوه ليبية وقعد واحد من العيلة. ونفس الشيء رأوا فيه حتى إيطاليات مش غير إيطاليين، هل بأسلموا تزوجوا ليبيين وأصبحوا جزء من المجتمع الليبي. كان زمان يقرأ معي في الكتاب أحد أحفاد هؤلاء، قصدي موجودين في ليبيا، تشوفوا حواليكم أكيد بعضكم يعرف هؤلاء. إلى هنا أود أن أتوقف ونترك الحديث عن أكبر معركة في الحرب الليبية الإيطالية الأولى،
لنخصص لها حلقة كاملة باش نبين بالتفصيل اللي لم يذكر فيه أي شيء مسلسل الزعيمان للأسف الشديد، وبان الباروني فيه بمنظر مشين جدا كأنه خايف وإلى آخره. وأريد أن أنصف الباروني في هذه المعركة وفي هذه الحادثة غدا في حديثي عن معركة جندوبة، وهي معركة كبيرة جدا، وشن اللي صار وكيف انتقل الباروني منها إلى نالوت عبر كاباو، وكيف وفاة والده وإلى آخره اللي ذكرها المسلسل، ولكن كما ذكرت أخل بجزء كبير منها للأسف الشديد. وهذا طبعا نعطوهم أعذار ربما يعني لعدم معرفتهم، أو ربما كذلك لعدم القدرة على إنتاج معركة كبيرة كمعركة جندوبة تبي إمكانية كبيرة أنك تجيب أسلحة وإلى آخره. على أي حال هذا مش موضوعنا. نشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. و زي ما ذكرت يعني كل مرة نوريكم بعض الوثائق وبعض الأشياء، للأسف ما يقدرش نوريكم هذه كلها وراي صور متاعة الباروني، وهذه راهو مش لأجل المسلسل، دائما موجودة في بيتي أشياء أحتفظ بها من ذاك الوقت، من ضمنها مخطوطات ومن ضمنها أشياء كثيرة عن عظماء الأمازيغ والقادة الأمازيغ عبر التاريخ، مش من ليبيا فحسب بل حتى في دول الجوار. نشكركم وإلى اللقاء إن شاء الله. شكراً.